عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في بلاتوات تيلي اشا. تونسنا البلاتوات اللي عودناكم بها برشا برودويات تحفونيين هكا ولا هكا نوري، نشكر مشاهدينا الكل ولي فيدالي اللي تابعوا في تيلي اشا تونسنا على التليفونات وعلى لي كومنتير على ردود الافعال. تواصلكم يفرحنا برشا، خلينا ديما نقدم لكم حاجات انكور افيكاس في تيلي اشا. دونك مشاهدينا، اليوم حضرنا لكم برودويات حلوين برشا، باش تتحصلوا عليهم تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا سمارت tvtechshopping.com، وكل عادة تيلي اشا تونسنا على الفيسبوك. دونك خليكم معنا، احنا باش نبداو في اول فقرة. دونك خليكم جينيريك. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في بلاتوات تيلي اشا، البلاتوات نتاعنا اللي عودناكم برشا برودويات جدد يبداو حاضرين معانا في بلاتواتنا، بلاتوات تيلي اشا، تيلي اشا تونسنا بيان ايفيدامون. دونك ما تنساوش نذكركم برقم الهاتف نتاعنا 71 84 74 05 والا السيت ويب نتاعنا سمارت تي في تيغي شوبينغ بوان كوم. ما تنساوش باش تحطوا جيم على الباج فيسبوك نتاعنا تيلي اشا تونسنا. حاضر معانا برودوي فار، برودوي ماجيك، برودوي نتاعنا بالحق باش نقولوا عليه برشا حاجات، حتى ريحاف ديجا قاعده بالحق فرحانه برشا بالبرودوي اللي محضرين، وخاطر برودوي اكسترا اوردينير. ديجا مش باش نقول شنو هو البرودوي، خاطر ريحاف باش تقول شنو هو البرودوي، انا باش نقول لكم جوست السوم نتاعو 149 دينار، ماهوش غالي بارابور للبرودوي اللي باش تشوفوه بعد لحظات قصيره قصيره قصيره، مش برشا هكا ولا ريحاف؟ هكا نوري، عسلامه مشاهدينا، برشا نساء يتبعوا فينا، هذايا نعرفوه من النومبر نتاع التليفونات اللي جيونا، من لي كومونتير زاد على الفيسبوك، برشا ناس يتفرجوا فينا لي فيديل. هذاك علاش اخترنا اليوم باش نجيبوا برودوي فريمون برودوي ماجيك في تيلي اشا تونسنا من لا مارك ايطاليان دايانجلو كوسميتيكس، اسمه نمبر 1 ليفت اي كريم. شنو تعطيك اللمحه الاولى على الاسم؟ الساعه اللمحه الاولى نتاع الاسم هو نمبر 1 الساعه الاول في ايطاليا، اي من غير ما نحكيو حتى كلام. ثانيا نمبر 1 قلنا ليفت هكا ولا نمبر 1 ليفت اي كريم، اسمع معناها سهل برشا، ليفت جاي من ليفتينغ. داكوغ. دونك للنساء اللي مغرومين ويحبوا يعملوا ليفتينغ وينحيوا لي ريد اكسيتيرا، باش تفهم. و اي دونك العين والكريم سي 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 اون كريم، هي اون كريم. وجوست انا باش نقول معلومه صغيره ونحط لي ديتاي عندك انت، باش يعمل ثوره في عالم الجمال والجماليه، بالحق راهو برودوي باش يعمل ريفوليسيون في ولا في عالم الاستيتيك. نوري هي اسمها نمبر 1 ليفت اي كريم، دونك ثوره في عالم التجميل. بالضبط. هكا دونك مشاهدينا نعرفوا نساكي تبدا تتقدم شويه في العمر، مع تقدم السن يبداو لي بوش تحت العينين يظهروا، دونك يتكونوا دي ماسك غريسوس تحت العين في منطقه لي سيرن، لي سيرن يغرقوا شويه وليو اغمق مع تقدم العمر، زاد يظهروا لي ريدول في الجبين، زاد بتقدم العمر يوليو دي ريد كاريمون، وعنا زاده في منطقه الموستاش تحت لي جو، دونك يبدا الوجه يترهل بشويه بشويه. برشا نساء يعملوا في البوتوكس، معناتها دو نو جور يمشوا يعملوا لي انجكسيون تاع الكولاجين تاع البوتوكس، فما برشا نساء يحبوا يعملوا البوتوكس لكن خايفين نوري من التدخل معناتها الجراحي، خايفين من الاثار الجانبيه نتاع الشيروجي استيتيك. دونك احنا جبنا لكم اليوم مشاهدينا برودوي باش يخليكم ترتاحوا من المشاكل هذه الكل. ما تخافوش، مضمون البرودوي نتاعنا 100%، جست قطره صغيره باش تخليك تتخلص من الجيوب تحت العين، من تجاعيد، من لي ريدول، الخطوط الرافعه الكل اللي تظهر في الوجه نتاع النساء الكل. انا جست نقول معلومه صغيره، هو معناها صحيح سي ادريسي بور لي زيو ونحطوه معناها تحت العين لي سيغن، من بعد نوريو طريقه الاستعمال تو، مي بويسك برودوي يتحط للعينين دونك اوتوماتيكمون نجم نحطو في اي بلاصه فيها تجاعيد وفيها لي ريد، معناها حتى في الجبين. ديجا انا جربت معناها وانت زاد ريحان، نمسي احنا ماناش معناتها كبار في العمر كومين، معناتها دي جون اوسي، مي جربنا معناها عندنا لهنا، معناها جربنا على الجبين، جربنا في البلايص اللي حتى خاطر لي غريماس، ماك تعرف انا كي تعمل دي غريماس يظهروا معناها لي فورم اي تو لي ريد،
الحمى نقول اللي هو نجمو نستعملوه بويسك نجمو نستعملوه تحت العين، وهي اكثر بلاصه سنسيبل هي العين. دونك والبرودويات اللي مجعولين للعينين دونك اعرف راهم ما يضروش البشره، خاطرها كما قالت رحاب حساسه برشا البلاصه هذيك. دونك ميم البلايص اللي عندنا في الجبين لي غيد اللي في الجبين ولا لي غيد اللي يجيو لهنا جوست مع الخشم والفم، نجمو نستعملوا زاده البرودوي نتاعنا الميراكل اللي باش تشوفوه بالحق كيفاه قطره صغيره 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 هكا. دونك نوري قال لكم مادام برودوي فيزي للعين معناتها العين اكثر الكونتور نتاع العين معناتها البوبيير ولا لي سيرل، دونك البرودوي مادام معناتها فيزي للعين نجمو نستعملوه في اي بلاصه في وجهنا ميم حتى في الكوية نوري، على خاطر كما قلت مادام ما يضرش المنطقه الحساسه اللي تحت العين ماهوش باش يضر الوجه نتاعكم. كما قلت التجاعيد اللي في وجهكم الكل باش تتملى باش تتغطى المنطقه نتاع التجاعيد باش تولي بلو ليس بلو فيرم بلو سوبل بلو بوندي. سامحني الحاجه اللي باهيه معناها بالوقت معناها تستانس معناتها البو نتاعنا وتاخذ معناها بالوقت تولي معناها سي معناها تتنحى بشوي بشوي هكا. شنو هو الفرق بين البوتوكس معناتها الانجكسيون ديريكت وبين لاكريم هذه لاكريم ماجيك اللي تخليكم تتخلصوا من التجاعيد بطريقه فوريه؟ بتيتر ليفي نتاع البوتوكس بعد 3 موا ولا 6 موا ما نعرفش سولون الكونتيتي اللي باش يحقنوها في المنطقه نتاع التجاعيد باش توفى بالوقت، كي توفى البقعه باش ترجع تترهل كما كانت من جديد معناتها لا ماسك غريسوز باش ترجع تظهر. الكريم تاعنا لا صحيح باش تنحي لك لي غيد بطريقه فوريه جوست ابخي 3 مينوت معناتها الوجه باش يولي كما قلت بلو فيرم الروغار اجوني بالكدا، اما مع الاستعمال المتكرر كما قال نوري على خاطر هو عمل عليها ريشيرش كبيره كبيره برشا على الكريم هذيا نوري المنطقه اللي تحت العين باش تجدد الخلايا، دونك الخلايا الميته باش نتخلصوا منها يعاودوا يحيوا فوالا، والمنطقه باش تولي اكتيف برشا معناتها سيركيلاسيون سانغين باش تحيا في العين، هذاك علاش العين باش تنقص منها السيرن، البابيير باش تتشحط، العين باش تولي عندها ان روغار حلو بيان ديتيرميني. دونك الحاجه المكون اللي نعرفه انا موجود في البرودوي نتاعنا هو التاي الاخضر، خاطر التاي الاخضر نعرفوه بالرسمي ديما يقول لك اللي يشرب التاي الاخضر ديما يقعد عنده لي في جون هكا ويبدا يصبحي تو، خاطر معروف معناها التاي الاخضر ديما يخليك جون وما يكبرش معناها ما يعملش شيخوخه معناتها فيسع فيسع وكل شيء. دونك هي فيها معناها التاي الاخضر شنو التاي الاخضر نوري كما قلت الشيء العشبه نتاع التاي الاخضر هي انتي اوكسيدون معناتها مضاد للاكسده كما قال نوري مهمه برشا وتخليكم ديما تتمتعوا بالروغار جوني كما قال نوري شبابيه والنظره اللي فيها برشا اشراقه وبرشا حيويه. ميزابار التاي الاخضر العشبه نتاع التاي الاخضر هذايا نلقاو فيها الكولاجين والنانو بيبتيد. الكولاجين اللي يعرفوا نسي هو الماتيغ اللي يعملوا لها الانجكسيون في المناطق اللي فيها التجاعيد داكور، والنانو بيبتيد هذايا سبستانس معناتها تخلي العين معناتها تتملى ترجع كما كانت ترهلات تنقص بالكدا نوري. دونك هذاك علاش لا كريم تاعنا سي اون كريم ميراكيلوز ماجيك ريفوليسيونير في مالا خليني انا نذكرهم بالبخي نتاع الكريم نتاعنا هذه 149 دينار هكا هو. شوف خلينا نحكيوا حكايه صغيره مثالش نخرجوا على الموضوع قبل نعطيكم نور التليفون خليكم مركزين معايا برشا. اللي 149 دينار بتيت بوتي كيما هذايا فيها 15 مليليتر، تقول انت 149 غاليه برشا عليه انا باش نشري ب 15 مليليتر 149 نو سي فو ما تخافوش ماهيش غاليه عليه. اولا باش نستعملوا قطره صغيره 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 على الاخر تشوفوها في الاستعمال نتاعنا. ثانيا كما كانت تحكي رحاب لي زوبيراسيون لي لي بيكور بالحق راهم ساكوت ترو شير هكا ولا غاليين برشا. دونك 149 دينار بارابور لي بيكور بارابور العمليه التجميليه والبوتوكس اي تو سا نا غيان افواغ 149 دينار سيرتو نوري في منطقة العين خاطر المنطقة الحساسة معناتها التدخل الجراحي لهنا في منطقة العين معناتها يكون تخي تخي شيغ وزيد معناتها بتيتر جلسة ولا سيونس واحدة معناتها 149 بتيتر ما أكثر برشا من البخي هذايا معناتها 149 دينار باش تخليكم تربحوا برودوي تقتصدوا برشا فلوس وتتمتعوا بحاجة ناتوريل وطبيعية ومن غير حتى مضار جانبية. هذا معناها البخي كالعادة بخي تيلي اشا 149 دينار نمبر 1 ليفت اي كريم de la marque d'Angelo Cosmetics الماركة الإيطالية بالحق أنا باغاتي 149 دينار. تكلمونا على 71 84 74 05 ولا على السيت ويب نتاعنا smartv-shopping.com. ما تنساوش باش تحطوا جيم على الباج فيسبوك نتاعنا تيلي أشا تونسنا. نحب نزيد نحكي جوست معلومة صغيرة يحب قبل ما نمشيو الديمونستراسيون تحفونا نحب نقول اللي البرودوي هذا
راهي الماركه هي عالميه معروفه باختو في اوروبا في امريكا ديجا معناتها دون الموند انتي ديجا ثم برشا برشا معناتها في اوروبا يستعملوا في البرودوي هذايا معناها ميزا بار ايطاليا بيان سور هي البلاد بلادها معناتها نحب نقول لهم حاجه اللي راهو لي ستار تاع هوليود تاع العالم الكل يستعملوا في النمبر 1 ليفت اي كريم هذايا ماهيش معناتها راهو مش معناها قاعدين هكا نقول واو لي ستار لي ستار ايبا وي انجلينا جولي جوني ديب مونيكا بيلوتشي الايطاليان معناها زيد يستعملوا البرودوي هذايا توم كروز براد بيت شوف تقول وش بيهم يا محليل صغير يفطق يهبل لا يهبل لا شيء هي 149 دينار 149 دينار 149 دينار نمبر 1 ليفت اي تولي جوني ديب تولي براد بيت روبرت دينيرو هكا ولا هذاك علاش نوري في معناتها لي فوتو باباراتزي والكل ساعات يبدا ماهمش ماكيين نحس وجوههم بالحق مترهلين نحسوا الوجه تاعب على الاخر وبعد كيف يعمل مثلا في دي كونسير ولا دي سواري نحس وجوههم تشحط ماهمش كل يوم يعملوا في البوتوكس ماهمش كل يوم يعملوا في ليزانجيكسيون جوست يستعملوا في لي كريم ليفتينغ هذوما اللي عندهم افي انستانتاني وافي ماجيك اتو تشوفوا علاش من بعد جوست اكزاكتومون جوست معلومه صغيره 149 دينار السوم نتاعنا في تونس وحتى في تلي عشاء في بيت لا حتى لبرا زاد داكور سي بيان بان وي معناها سي كيف كيف نفس البخي راهو معناها احنا 149 دينار وبرا 149 اورو معناها ديجا البخي نتاعنا هنا اي هما في الدوبل عاد احنا اكزاكتومون معناها على الدينار التونسي مليحه باش نقول راهو 149 اورو معناها لبرا راهو سي انورم معناها بارابور 149 دينار نتاعنا نحنا في تونس اي وتوا نوري ولاو يهونوا على لي كريم هذوما لي كريم ناتشوريل اللي كما قلت باز نتاع فيهم الكولاجين فيهم نانو بيبتيد وفيهم التاي الاخضر علاش على خاطر فما برشا مضار نتاع بوتوكس فما عباد ساعات يعملوا البوتوكس يولي عندهم دي روجور وجههم يولي ان بو كا ديفورمي فما عباد وجه ما يحملش معناتها لي انجيكسيون نوليو في عوض نصلحوا وجهنا نزيدوا نفسدوا وزيد نعرفوا المضار نتاع معناتها التدخلات الجراحيه علاش ما نستعملوش كريم عاديه في داركم قدام المرايه نتاعكم ميم با 3 مينوت تتخلصوا من التجاعيد الكل انسى لهنا خاطر البرودوي فيزي ورجال زيد اما جوست نوري فيزي بيان سور العباد اللي بداوا لي بوش يظهروا في عينيهم لي ريدول اللي يحبوا يحافظوا ديما على الشباب نتاعهم يستعملوا الكريم هذايا نمبر 1 ليست اي كريم دو لا مارك دايانجلو كوسميتيك سومها 949 دينار كاو يكلمونا على 71 84 74 05 سمارت تي في تيري شوبينغ بوان كوم ولا الباج نتاعنا تيلي اشا تونس نا انا جوست باش نقول معلومه صغيره نشوف ديمونستراسيون تحفونا على خاطر الكريم هذايا ريحان انا وياك جربناها جربناها وانا كي جربت اي بان طريقه الاستعمال كانت سهله برشا بون هي فيها سيكوريتي لهنا دور من هنا ديجا دور هذايا جوست قطره صغيره صغيره على الاخر ديجا نشوفوا فوالا صغيره على الاخر صغيره صغيره على الاخر وجست نحطوا معناتها على ال نحط في الجبين كانت عندي جبين صغار جبين بون لهنا عندنا مكياج جست القطره معناتها الجيست اللي نعملوا بها القطره صغيره ومن بعد جست تحط القطره هذيا وتبدا تعمل في استامباج تبدا تعمل في كيما البيانو ريتا تك 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 داكور ماهيش معناتها غير ما مش نعملوا معناتها تدليك هكايا دونك جوست نحطوها ونبداو بال لي بوان نتاع لي دوا هذاك دي تري ديليكاتكو معناتها تري ديليكاتكو وفي ثلاثة دقائق باش يشوفوا بالحق الديفيرونس ديجا باش يشوفوا هي ديجا نوري الوحده صغيره على الاخر البوتي صغيره تقولوا هذه قداش باش تشدنا شفتوا نوري الكوت على اللي عملها معناتها صغيره على الاخر جوست معناتها على البو دو دوا كما قلت فيها السيكوريتي هذه الكمية الصغيرة جوست ما تظهرش هو كيما سيروم هكا فيه الكولاجين دونك تعملوها في البقاع هذه باغ اكزومبل انا حطيت كمية أكثر منك شوية شوفوها مشاهدينا دونك هذه تنجموا تعملوها في لي ريدول في لي بوش نتاع العينين وفي البارتي نتاع الموساج وين يبدا فما برشا ترهل ديجا من بعد كي تتحط ريحان من بعد ما تعمل ليستومباج ديجا تشوف في الوجه بدا يتجبد هكايا تحس هكايا معناتها البلاصه اللي عملت عليها معناها بلاصه لي ريد يبدا لي في ليفتينغ تجبد لي في ليفتينغ حاجه تجبد هكايا معناها عاديه جدا بيان سور بون سي نورمال اللي عنده الريد مش باش يحسها معناها برشا على خاطر باش تجبد البلاصه سي نورمال اللي هي معناتها مترهله واللي هي معناها فيها تجاعيد دونك تجبد لهنا سي لي في نتاع ليفتينغ
ونحب نذكر مشاهدينا كي تاخذ كيما وراكم نوري تاخذوا الكوتي هذيك تعملوها استامباج في البقايا اللي فيهم تجاعيد وترهلات، ديكو تعملوا لا كريم ما تعملوا حتى غريماس، اقعدوا محافظين على بوزيسيون وحده، لا تضحكوا لا تتكلموا لا حتى شيء، على خاطر هي معناتها تبدا الكريم تتفاعل مع الوجه نتاعكم باش تدخل في التجاعيد باش تملى لي ريدور ولي غيد ولي بوش تحت العينين، دونك حافظوا على بوزيسيون وحده ما تعملوش لي غريماس، باش تبداو بعد ثلاثه دقائق تحسوا في لي فيلي معناتها وجهكم يتجبد شويه، بون احنا بدات حسيناه اكثر خاطر ما عندناش اللي عندهم لي ريدول ولي غيد والتجاعيد باش يحسوا احساس عادي نورمال جوست هكا ليفتينغ صغير. ونوري نحب نذكر اللي ياخذ كونتيتي كبيره معناتها مش قوت صغيره كما وصينا مشاهدينا باش يولي عنده مثلا كان عملها تحت العينين كيما القشور كوش بيضه كوش بيضه، دونك هذيك انديس راك خذيت كونتيتي اكثر من اللازم، اذا كان تحب تنحى وتعاود معناتها الكونتيتي صحيحه سينو تاخذ لا كريم دو جور نتاعك تدهن عليها شويه باش تعمل كاموفلاج للقشور اللي صاروا، مي دو بريفيرونس ديما قوت صغيره على الاخر باش تشدك لا كريم وباش تعطي ليفي ديزيرابل نتاعها. باهي جوست باش نقول معلومه صغيره هكا وبالحق نمشيو للديمونستراسيون نتاعنا تعرفونا الكلام نتاعك معناها على كي حطت معناها البرودوي لي غريماس سيرتو سيرتو ثم غريماس ما غير ما نشعروا نعملوا كي نحطوا اي حاجه هو هذا معناها كي تهز هذوما دونك ريت اوتوماتيكمون يولي عندنا تجاعيد وتولي تعمل هكا وهكا هذوما يزيدوا دونك دو بريفيرونس حطيت الكريم ما تعمل حتى شيء دو بريفيرونس زاد يد على على حاجه هكا مطلوق ومرتاح ولا حتى قدام المرايه نوري وحده حتى مش عامل كل يوم احنا ليغريماس. انا بكري حطيت الجود حطيتها في يدي نوري ديجا نحس في يدي وليت مشحوطه داك خاطر ما عنديش غيد في يدي مشحوطه وشوف ليس على الاخر البقعه ونحسها بلو فيرم معناتها شادت بالكدا بالكدا دونك نساء المتقدمين في العمر بالحق والله بالحق تشوفوا لي في اللي باش يظهر في المرايه كي تغزر لواحكم باش تحسوا تقولوا واو واو سي ديفيرونس لا على خاطر كيما قلت باش تملى منطقه التجاعيد كوم سي عملت البوتوكس وانت في دارك مضمونه 100% كولاجين نانو بيبتيد تي اخضر 149 دينار سولمون يا جماعه سوما اذا كنت حاب تخلط على نمبر 1 ليفت اي كريم دو لا مارك داي انجلو كوزميتيكس تكلمنا على 71 84 74 05 سمارت تي في تيغي شوبينغ بوان كوم ولا الباج نتاعنا تيلي اشا تونسنا ايمي نوتخ باج حطونا جيم على الباج تلقاو لي ديتاي دي باك دي برودوي افيك دونك انا تو باش نقول جوست سيدة المشاهدين خليكم برونشي معانا شوفوا ديمونستراسيون تحفونا هذايا وانا راجعين. داكوغ. تحب تعرف سر النجمات العالمية وتتعرف على الوصفة المثالية للإطلالة السحرية؟ معلي كان بنمبر 1 ليفت آي كريم من الماركة الإيطالية دي أنجلو كوزميتيكس. Une crème légère تخفف من طاقة الهالات السوداء وتخلص من التجاعيد ولي بوش اللي يتكون تحت العين مع تقدم العمر. نمبر 1 ليفت آي كريم هي كريم ريفولوشنير بفضل مكوناتها الفعالة كيما الكولاجين، التاي الأخضر ونانو بيبتيد تخلينا نتخلصوا من التجاعيد بطريقة فورية سهلة وعملية. خذ كونتيتي صغيرة من الكريم ادهنها سوميوزمون في البلايص اللي تظهر فيها التجاعيد كيما الوجه الرقبة وبطبيعة الكونتور متاع العينين وحاول ما تعملش لي غريماس بوندون لابليكاسيون. وتوا حاول تهوي عليها شوية باش الهواء يشيح الكريم باش تتفاعل مع البشرة نتاعك وتعطيك اون تخي بون سونساسيون. لفي ليفتينغ متاع نمبر 1 ليفت آي كريم نتيجته تظهر بعد 3 دقائق أكهو من استعمال ويدوم حتى 8 سوايع. وبالطبيعة مع الاستعمال المتكرر للكريم لفي ليفتينغ باش يدوم أكثر وبالطبيعة وجهك باش يولي سوبر مزيان وكله نظارة ولمعان. رجعنا
رجعنا معكم مشاهدينا، وين ما كنتوا تتفرجوا فينا تابعوا فينا. هذه هي تيلي اش تونس. نا كنتوا تشوفوا في الديمونستراسيون المزينه برشا اللي شفتوا فيها لا كريم هذه، لا كريم ماجيك نمبر 1 ليفت اي كريم دو لا مارك ديانجلو كوزميتيكس. شفتوا لي زيفي نتاع لا كريم. المره هذه ما رجعناش وحدنا، رجع معنا لو ريبريزونتون دو لا مارك لورينزو باش نحكي شويه الايطاليان. تو فوز ات لو بيان فينو. ميرسي. سافا سافا سافا. Donc Lorenzo, comment vous avez eu l'idée de ramener ce produit-là en Tunisie, spécialement Télé à Châteaunes? Nous avons dit que le seul produit qui est vendu à Télé à Châteaunes, c'est comme je l'ai dit ailleurs, dans le magasin, juste dans la boutique Télé à Châteaunes, le number one lift eye cream est vendu ici dans Télé à Châteaunes. Donc Lorenzo. Parce que c'était un produit très vendu en Italie, elle est très connue, elle est utilisée par des stars, et pas seulement en Italie, aussi en Europe, en Amérique. Donc on a eu l'idée de la porter aussi en Tunisie. D'accord. Donc l'année, c'est de Mouchedin, Lorenzo, le produit est le number one lift eye cream. Il est number one en Italie, mais partout, en Europe, en Amérique. Les stars, c'est ce que je veux dire. Donc le produit est en Italie, mobile, كميات كبيرة ياسر. هذاك عليه قرب باش يجيبوا الأراضينا، الأراضينا الحبيبة، أراضينا الخضراء، أراضينا التونسية، الأراضي تونس، وسيرتو سيرتو في بلاتويت تونسنا كما قالت رحاب. دونك بلاتويت تيلي أشا هو النمبر وان في تيلي أشا، كما النمبر وان في إيطاليا احنا النمبر وان في تيلي أشا. البرودوي نتاعنا نمبر وان ليفت أي كريم، السوم نتاعو 149 دينار. نذكركم كلمونا على 71 84 74 05 ولا على السيت ويب نتاعنا smarttv-shopping.com. معناتها تفهمنا نمبر 1 ليفت اي كريم يتباع كان في تيلي اشا تونسنا، ما كنتش تلقاوه ايوغ سومو 149 دينار. هكا هو خليني نسال لورينزو، كيل سون لي فيدباك لا اون ايطالي لو باي دو لا بوتي بتاتر لي ستار اي تو تشيلي سو برودوي، كيل سون لي افي ا بروبو سو برودوي لا؟ بي لي افي سون هايبر بوزيتيف باسكو براتيكومون سي برودوي اون 3 مينوت الى كابابل دي ايليفي ا بابري 15 ans. À peu près. Wow. Donc, oui, c'est difficile à croire, mais lorsqu'on le voit en action, on comprend de quoi s'agit. En plus, il a un double effet, c'est-à-dire un effet immédiat qui élève, il détend les rides et les poches en 3 minutes. Et il a un autre effet à long terme, ça veut dire avec les nanopeptides qui sont à l'intérieur du produit et l'extrait de thé vert, il soigne les rides et les poches. لهنا معناها لورانس فسر لنا وقال لنا اللي راهو لو برودوي هذايا في 3 دقائق كما كنا نشوفوا في الديمونستراسيون فيديو نتاعنا، 3 دقائق لي ريد يتنحاو بالحق، ماجيك ميراكل كنا نشوفوا فيه. وان بليس كو سا لو برودوي هذا يعطينا افي ليس، ويعطينا معناتها افي بالباز المكونات اللي موجوده فيه، سورتو الباز العشب التاي الاخضر. جست نحب نقول حاجه، دي لو برودوي نتاعنا راهو يخليك ما بين 4 و8 اسوايع، وانت معناتها الافي موجود، الافي نتاع الريد اللي ما ثماش، معناها اللي فيه ليفتين. نوري ولورينزو قال حاجه مهمه برشا، قال ديك تستعمل الكريم هذايا باش تاخذ لي في انتياج نتاع 15 سنه الثاني. معناتها ايماجيني لي فيي دام ولا لي دام اللي بداوا يتقدموا في العمر اللي لاهين معناتها هكا بالاطلاله نتاعهم، ايماجيني 15 سنه في 3 دقائق كهو، معناتها بتاتخ العباد يقولوا سي با كريديبل، اما تو كي تجربوا تكلمونا وتقولوا لنا وي سي فغي فريمون جاي لي في هذايا لي في extraordinaire ordinaire à خاطر كيما قلت le produit révolutionnaire نتاعنا اليوم number one lift eye cream vraiment حاجه ما يصدقهاش العقل، اما هي فريمون احنا شفنا بعينينا جربنا على برشا نساء والافي كان موجود وحاضر. دونك شنو نجمو نسالو لورينزو اخر بتاتر سي لو سكري دي ستار
Oui, elle est utilisée par des stars, parce que en quelques minutes, il arrive à changer vraiment l'aspect du visage. Il fait un rajeunissement instantané, et donc elle est utilisée par des stars, pour des soirées aussi, pour des tournées. D'accord. Lorenzo, après, face à nous. Lélé, juste, habite n'aqab à la clé Lorenzo. Elle est en Bekri, je vous le dis, avec les stars, comme je vous le dis, Monica Bellucci, Brad Pitt, Tom Cruise, ils utilisent الاي ليفت اي كريم معناها كما قالت ريحان او ليو دو تقعد ديما باش تعمل لي سيسموم لي بيكور اي تو دونك بالكريم هذايا شاك جور تنجم تعمل تنحي لي ريد نتاعك ايميدياتمون يتنحاو في ثلاثه دقائق هكا هاو تولي بالحق تحس روحك ستار تحس روحك من المشاهير تولي بالحق كما قالت ريحان ولورينزو 15 ans, tu reviens, 15 ans, c'est pas un peu, 15 ans, 149 dinars, à ne pas rater. تكلمونا على 71 84 74 05 على السيت ويب نتاعنا سمارت تي في تيغي شوبينغ بوان كوم 149 دينار السوم نتاعنا في تونس وسبيسيالمون في تيلي اشا مي البرا راهو 149 اورو دونك لهنا السوم سان غيان افواغ بارابور كاليتي بري حاجة اكسترا اوردينير 149 دينار نزيد نذكركم 149 دينار 149 دينار ان نو با غاتي دونك لورينزو اون سو لاف لو ماتان اون لاف لو فيزاج ابخي اون اتيدي سيت كريم لا ابخي اون بو سو ماكيي نورمالمون افيك اون فاسون ناتورال نورمال وي اون بو سو ماكيي ديسو ابخي la durée de du produit, cioè de l'effet, c'est aussi sur la base de combien de produits on met dessus, si on met de la crème hydratante ou pas. Et surtout, il ne faut pas exagérer parce que l'effet du produit n'est pas lié à la quantité de produits qu'on met. Ça veut dire la quantité doit être très faible parce que sinon, il va faire des taches blanches et après, il faut mettre ça facilite très bien le fait de se maquiller parce que ça va lisser les parties des poches, des cernes. Va faire le lissage de la peau, il détend les rides et les poches, donc après c'est plus facile. C'est ça, donc. كما قال لورينزو نوتخ برودوي تنجم بعد ما تستعملو كيلك سوا معناها سيرتو بيان سور لي فام تنجم تعمل المكياج نتاعك تنجم تعمل الكريم ايدغاتونت نتاعك زادا تنجم تستعمل لي زيكرون سولير هكا ولا رحاب باش لهنا خاطر البرودوي نتاعنا سي ترونسبارون وكما قال ما لازمش تستعمل شويه بركه خاطر كي تستعمل برشا كما قالت رحاب راه تولي لك كوش بيضاء وقشور بيض دونك لهنا راك دليل لانك استعملت برشا لهنا ترونسبارون نتاع البرودوي نتاعنا تخليك تنجم بعد ما ثلاثة دقائق بيان سور بعد ما يصير ليفي تعمل مكياج ترونكيلمون ليس البلاصة ديجا تسهل لك عملية المكياج ولا ليكرون نتاعك ولا هنا ترونكيلمون تخرج تعدي الوقت الخدمة نتاعك ولا السواغي نتاعك ولا أي بلاصة ماشي لها وأنت بالحق عندك 15 سنة ديجا رجعوا لك من عمرك 149 دينار سوم البوتي نتاعنا اللي هي نمبر 1 أي ليفت كريم دونك خليني نلخص مشاهدينا الكريم هذيا البوتي الصغرونه هذيا صغيره عندها افي ماجيك ميراكولوز تنجم تعملها افون دوتيليزي معناتها فوتر ماكياج جوست غوت صغيره تعملها في لي بارتي نتاع لي سيرن وين يتكونوا التجاعيد لي بوش نتاع العينين من بعدها تعمل لا كريم دو جور نتاعك تعمل ليكرون تعمل الماكياج الافي نتاعها يظهر بعد ثلاثه دقائق كهو الافي نتاعها يدوم من 4 ل 8 سوايع اذا كان وجهك فيه برشا تجاعيد بون باش يقعد 4 سوايع اذا كان وجهك بلوز او موان معناتها فيه يبداو تجاعيد يظهروا ينجم لي في يقعد حتى لثمانية سوايع بالعكس هي باش تهيئ لك وجهك للمكياج وتخلي البارتي نتاع وجهك بلو ليس بلو فيرم الروغار راجوني فريمون ان با راتي اون كريم معناتها اون تيل كريم كيما هكا سومها 149 دينار لورينزو باش يزيد يحكي لنا على ليزيفي نتاع لا كريم هذيا فريمون حاجه ما تتراتاش هذاك علاش لازمكم تكلمونا على 71 84 74 05 سمارت تي في تيغي شوبينغ بوان كوم ولا الباج نتاعنا تيلي اشا تونسنا دونك لورينزو Quels sont les feedbacks là en Italie? Parlez-nous un peu plus de ce produit miracle. Les feedbacks sont très positifs. Il y a des gens qui, au début, n'arrivent même pas à croire. C'est pour ça qu'on montre des vidéos. Et on fait les vidéos sur les vidéos qu'on fait. On met la crème seulement sur moitié du visage pour montrer vraiment la différence qu'il y a entre avant et après. Moi, sincèrement, moi aussi au début, j'étais sceptique, parce que
Je l'avais jamais vu, un produit pareil. Et par contre, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc, les clients sont satisfaits. Ils peuvent pas, donc, peuvent pas... Vous allez vivre des miracles avec cette crème-là, bon, un lift eye cream, comme il y a dit Lorenzo. Comme il y a dit, donc, il y a dit, en Italie, il y a un peu de surpris par le produit des miracles, par le produit de l'orjouba, et même tous les clients furhanin, كانوا من الرياكسيون اللي عملها البرودوي وزاد الكلهم معناها ساتيسفي من معناها من المصداقيه معناها كريديبيليتي نتاع البرودوي هذا كيفاش في ثلاثه دقائق ينحي لك لي غيد ينحي لك لي سيرن تقول انت امبوسيبل ثلاثه دقائق لا من بعد كي تشوف تقول واو زي البرودوي بالحق عنده مصداقيه كبيره ياسر جست نولي نذكروا اللي البرودوي نتاعنا هذا ماهوش سيبلي للنساء كهوره لازم نجموا نستعملوه نساء ورجال هو معناتها il vise les rides que ce soit عند النساء ولا عند الرجال c'est la même chose الهدف الوحيد نتاعو انه يخلي الوجه بلو سوبل مشحوط بالقدا فما لي في ليفتينغ جوست انتبهوا من الاستعمال الصحيح نتاع الكريم الجوت صغيره هذيك تنجم تعمل بها وجهك الكل رجال ونساء معناتها يا با دو سوسي خاطر ما فيهوش ريحه رجال ما في حتى ريحه تنجم تعملوا ديسكريتمون ما يفيق بك حتى حد تنجموا يستعملوه الكل كل سوا كما قالت ريحه نساء ولا رجال دونك ما عليكم كان تكلمونا على 71 84 74 05 ولا على السيت ويب نتاعنا smartv-shopping.com 149 دينار ان با غاتي السوم نتاع النمبر 1 ليفت اي كريم هي 149 دينار هكا هاو دونك مفقنا كان تو باش نقول لكم خليكم برونشي خليكم برونشي معنا مشاهدينا نحب نقول لورينزو ميرسي داتر افيك نو فو سي توجور لا بيانفوني لو بيانفوني خليكم معنا مشاهدينا هذه هي تيلي اشات ونس مازلنا مواصلين معكم مشاهدينا مرحبا بكم معنا في فقره جديده من تلاشا تونسنا اليوم باش نحكيو على الكوزميتيك تحضر معنا الباك جولد من مارك اغرولاين الماركه هذيا بدا 2012 تعمل ترانسفورماسيون للبلانت والفغوي واهم حاجه في الفغوي اللي هي سلطان الغله اللي هو الهندي شفتوها معنا قبل في برشا برودويات عملوا سكسي كبير اليوم حاضرين لكم الباك هذي اللي البري نتاعها 49 دينار باش تحصلوا عليها تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا smartv-shopping.com انا حضرت لكم بودر حاب حضرت لكم زيت نتاع شعر مهم جدا 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 دونك حاب نحكي على منى الباك نتاعنا اسمه جولدن باك الباك متكون من دو برودوي فما زيت الشعر وفما الجولد بيلينغ ماسك معناتها دو برودوي مع بعضهم سومهم 49 دينار الباك نتاعنا سبيسيال فما البودر هذيا باش تتلهي بجمال بشرتكم وانا باش نحكي على زيت الشعر هذيا منى جاونا برشا اقتراحات وبرشا تليفونات يحبوا حاجه فريمون تعالج لهم مشاكل الشعر نتاعهم خاطر نعرفوا الاطلاله الحلوه والمزيانه ما تكمل كان بشعر مزيان وبشره صحيه وخاليه من الشوائب دونك الزيت نتاعي هذايا دو لا مارك اغرولاين اسمه هاش كيو داكور هاش كيو هاش كيو موني هذا ماهوش سيروم هو سيت اون ويل زيت نتاع شعر اما هو في الحقيقه ماهوش زيت هو تركيبه غنيه برشا من 10 زيوت كاملين مجموعه زيوت مجموعه زيوت معناتها اون سينرجي مع بعضها فريمون تحارب مشاكل الشعر الكل بطريقة فعالة برشا على خاطر فيه 7 زيوت نباتية وفيه 3 زيوت أساسية باش نسمي لك الزيوت النباتية تبارك الله في برشا حاجات باهيين الزيت هاش كيو هذايا بون فيه زيت قلوب الهندي الماتيغ دو باز الماتيغ دو باز نتاع المارك اغرولاين يعتمدوها هي ثمرة الهندي الفيك دو بارباري دونك فيه زيت قلوب الهندي فيه زيت قلوب المشماش فيه زيت الخروع ريسان فيه زيت الحريقة فيه زيت المكاداميا في زيت الجوجوبا وفي زيت البوراش البوراش هو قبل جدودنا كانوا يقولوا له لسان الثور ثمره باهيه برشا والزيت نتاعها عنده فوائد كبيره برشا هذه كونسيرنو الزيوت النباتيه ليزويل فيجيتال ليزويل اسانسييل نلقاو فيه زيت عشبه التاي الاخضر نلقاو فيه زيت زيت نتاع الخزامه ونلقاو فيه زيت نتاع زهره الايلانغ ايلانغ الزهره الاستوائيه اللي تنمو بصفه كبيره برشا في جزر القمر واللي عندها فوائد تجميليه كبيره برشا
اوكسيد في الفيجيتال 3 ويل اسانسييل تركيبه غنيه برشا اون سينرجي هذا الكل بالفيتامين او باش يعالج مشاكل شعركم الكل كوسوا المشكله تاعنا نحكيوا من بعد اكثر زيتاي موني اما فريمون التركيبه الغنيه هذه الكوكتيل نتاع الزيوت هذايا الكل باش يحارب مشاكل شعر كوسوا شعر متقصف شعر متكسر شعر خفيف برشا ما فيهوش فوليوم شعر افخو معناتها فيه تجعيده كبيره برشا شعر يتيح ياسر معناتها ما يتساقط بطريقه كبيره شعر اللي تعب برشا من الصبايغ من الديفريزاج من معناتها العوامل الخارجيه شعر لي بوينت نتاعو متقصفين برشا دونك مشاكل الشعر الكل تحاربوها بالهاش كيو هذايا زاده قشره الشعر القشره اللي مشكله كبيره يعانيوا بها يعانيوا منها برشا قلت في الحريقه انت فوالا وي دونك التركيبه الغنيه والفريمون اللي تري تري ريش هذايا فيها برشا فيتامينات باش تعالج مشاكل الشعر الكل دونك الباك نتاعنا هو ماسك تقدموا مونين بعد افيك بلوس دو ديتاي انا عندي زيت الشعر هاش كيو هذايا سومهم مع بعضهم 49 دينار اذا كنت حابوا تتحصلوا عليه تكلمونا على 71 84 74 05 smart-shopping.com ولا الباج نتاعنا تيلي اشا تونسنا على الفيسبوك تلقاو فيها لي باك نتاعنا افيك بلوس دو ديتاي هو اللي حاب اللي يميز الماركة اغرولاين انه هي رجعت للحاجات اللي استعملوهم اجدادنا قبل واللي اثبتت العلوم اليوم مادام نفعتهم في العلاج والتجميل هذاك علاش اليوم تحضر معنا الباك نتاعنا اللي بخي نتاعها ب 49 بخي نتاعها حلو برشا ديجا عندنا كان في تيلي اشا تونسنا علاش قلت العلاج والتجميل على خاطر الزيت للشعر والبودغ نتاعي اللي هي للوجه البودغ نتاعي هذايا اللي حاب حاجه مزيانه برشا حاجة طبيعية معمولة من البيبان دو فيك دو بارباري اللي هو الحبوب نتاع الهندي يقول احنا قبل كي كنا ناخذوا كعبة الهندي يقولوا نبداو ناكلوا فيها يقولوا الكعبة هذيك شنو منفعتها افكتيفمون اغرولاين لقات لها الحل بون لقات لنا احنا الحل بالبيبان هذوكم لي غران هذوكم القلوب القلوب المهمين جدا يتم طحنهم رحاب 100% ناتوريلمون معناها 100% طبيعي العملية الطحن بعد ما نطحنوهم ناخذوا البودر يعطيونا البودر اللي انا محضرتها اليوم للوجه اللي هي باش تعاوننا باش تكبس البشره نتاعنا باش تصفي الوجه باش تقتل باش تحاول تحارب كما نقولوا تحارب الخلايا الميته اللي الخلايا الميته هذيك هي اللي تتسبب في الشيخوخه المبكره كما نقولوا باش تحارب الشيخوخه اللي باش تجينا مع مرور العمر دونك رحاب كيما قاعدين نشوفوا البودغ نتاعنا كيما الفارينه كيما نقولوا نجمو نخلطوا القلوب الملحيين نتاع الهندي بعد ما ياخذوا منها شوفوا كيما النخاله منين كيما النخاله ريحتها ناتشوريل فوالا فارينه بعد معناها الحبوب هذوكم ناخذوا منهم الفارينه هذيا اللي هي البودغ ومن بعد بعد رحاب يخرجوا الزيت وحده اللي هو نلقاوها عندك انت في الهاش كيو في الهاش كيو دونك البري نتاعهم 49 دينار باش تتحصلوا عليهم تكلمونا على 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا smart-shopping.com يقول قايل البودغ اللي هي هذا انا باش نوريها لكم كيفاش باش نستعملوها الاستعمال نتاعها ساهل برشا كيما وراتكم رحاب البودغ هذايا فوالا نجمو نخلطوها بالماء صافي رحاب ماء عادي معناها دو بريفيرونس هو يكون ماء صافي والا اذا كان نتوما تحبوا الماسك نتاعكم يشد اكثر نجمو تخلطوها معناها بالعسل ماء ورد ماء زهر ونجمو زاده نعملوا ياغورت ناتوريل والا بالحليب دونك احنا والبشره نتاعنا كيفاش المهم في البودغ نتاعنا هذيا كما قلت هي ناتوريل دونك ما فيهاش برودوي شيميك ما تخافوش معناها مش تقلق حتى بشره والاهم من هذا الكل انها تمشي مع معناها انواع بشرة الكل دونك اللي عنده باغ اكزومبل اكني يقول خاطر ديما اللي عندهم لي زاكني رحاب يخافوا من اي برودوي اخر خاطر ديما تعرفوا انه الحبه كيما نقولوا حب الشباب حب الشباب معناها قد ما يلقى فرصه باش يطلع في فوالا يعدي بعضه البودغ نتاعنا هذه اهم حاجه فيها انه هي تقتل مش تقتل كيما نقولوا تشيح السائل نتاع الاكني معناها الحبه نتاعنا هي الحبة تخرج على برا لكن فما سائل للداخل علاش يقول قال كيفاش معناها تشيحوا على خاطر فيها 16.5 من البروتينات و 48% من الالياف الالياف هذه شنو تعمل تغذي البشره نتاعنا وابار انها تغذي البشره نتاعنا تقتل الخلايا الميته وتحاول تجددها هذاك علاش من اول استعمال يستعملوا البودغ نتاعنا باش تلقاو الوجه نتاعكم معناها ولا اصفى وانصع معناها يولي افتح خاطر معناها القشره الميته والخلايا الميته باش يخرجوا منها واهم حاجه في البودغ نتاعي انه هي تحل بور تدخل
تنظف تعمل اللي تحب تعمله هي معناها الحاجات المهمه دي كلكل ومن بعد تعاود تسكن لي بور بتبيع بعد ما نستعملوها رحاب نغسلو بالماء العادي معناها ماء نغسلوها بالماء الدافي ساعه بعد باش نسكروا لي بور نعملوا الماء البارد باش نسكروا لي بور والا اذا كان عندنا زيت الهندي معناها اذا كان عندكم زيت هندي كنا قدمناه قبل معنا قدمناه قبل هذاك يعاون برشا اللي حاب باش يسكر لي بور دونك لو بري نتاع الباك نتاعنا 49 دينار باش تتحصلوا عليه تكلمونا على 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا smartvetrechapline.com منى معناتها البرودوي نتاعك الماسك نتاعك اباز دو فيك دو باربري الثمره السحريه هذه فريمون عندها فوائد لا تحصى لا تعد سبحان الله ما قداش عندها منافع منى اذا كان فهمت معناتها ثمره الهندي ناخذوا الحبوب نتاعها نرحيوهم نخرجوا خرجوا منها البودر معناتها اللي هي عندي انا ماسك والزيت معناتها هو ماتيير دو باز نقاوها في زيت الشعر هذايا الويل دو بيبان دو فيك دو باربري باش نتحصلوا عليه معناتها لازمنا طرناطه هندي باش نتحصلوا على اترا زيت علاش الزيت هذايا الويل دو بيبان دو فيك دو باربري زيت قلوب الهندي باغمي لي زويل لي بلو بريسيوز او موند على خاطر زادت الابحاث معناتها اثبتت فعاليتها في مجال التجميل وقبل كنا نقولوا زيت الويل دارغون هو اهم زيت معناتها في العلاج والتجميل توا زيت قلوب الهندي ولا هو فريمون زيت اللي عنده منافع كبيره برشا في مجال العلاج والتجميل. علاش رحاب اغرولاين عندها مصادقه عليها صحيا من وزاره الصحه التونسيه وزاد من امريكا معناها حاجه عملت سكسي كبير في العالم علاش ليه احنا معناها ما نحاولوش نستعملوها ونستفيدوا منها باش تستفيدوا منها وباش تستعملوها تكلمونا على 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا smartvetrechapline.com. منى زاد حبيت نقول اللي ثمره الهندي انت شو كيفاش معناتها في الماسك نتاعك هي سيكاتريزون خاطر قبل جدودنا كانوا كي يبدا فما جرح ولا حاجه يشيحوا بها جروح خاطر تشيح برشا معناتها حكيت انت على حب شباب وزيت زاده نتاع القلوب الهندي يخلي الشعر ليس على الاخر يعطيه تغذيه كبيره برشا يحمي تعرف الشعر كائن حي معناتها لازمها لازمنا نعتنيو بها لازمنا نغذيوها لازمنا نخليوها ديما معناتها في عنايه مستمره دونك زيت قلوب الهندي فريمون حاجه ما تراتيوهاش تلقاوها في الباودر هذايا اللي تقدمها منى البودر نتاع منى ولا زيت الشعر هذايا الماتيير دو باز نتاعو هو الويل دو بيبان دو فيك دو باربري اغلى برودوي في لا مارك اغرولاين خاطر كما قلت اثبت فعاليته الكبيره في مجال الجمال والتجميل والعلاج بالمواد الطبيعيه اغرولاين 100% طبيعيه ماركه تونسيه ما غير حتى اديتيف شيميك هذاك علاش نحبكم ما تراتيوش الفرصه هذه سوم الباك 49 دينار زيت نتاع شعر فيه 10 زيوت كاملين يعالجوا مشاكل الشعر وبودر معناتها بينينغ ماسك باودر هذايا فريمون باهيه برشا سيكاتريزون باهيه برشا ريد وافي اكلا باهيه برشا سورتو في وقتنا توا خاطر كيما تعرفوا الدنيا سخونه توا عندنا من اهم الحاجات اللي فيها انه فيها زاده فيتامين او هي فيها فيتامينات برشا غنيه بالاحماض الدهنيه اللي كما قلت لكم باش تحاول تجدد الخلايا ولكن هي زاده تحمي من حراره الشمس معناها من اشعه الشمس معناها حلوه برشا مفيده برشا للوجه معناها كوتي تجميل وكوتي علاج معليكم كان تكلمونا على 71 84 74 05 السيت نتاعنا smartvetrechapline.com ولا الباج نتاعنا تلاشا تونسنا. وانا الزيت نتاعي مشاهدينا من اعز الزيوت اللي تنجموا توا تعالجوا بها تحاربوا بها مشاكل اشعاركم نعرفوا منى الشعر يتعرض لبرشا مشاكل نعملوا برشا بوشينغ نتعرضوا برشا المياه نتاع الاستحمام نجم فيها الكالكير الشمس البرد في الشتاء هذا الكل يخلي شعركم ناقص حيويه ناقص معناتها نعومه باش ترجعوا شعركم للجمال نتاعو تخليوه معناتها فوليمينو فيه اشراقه حلوه فيه لمعه لمعه وفيه منى الفوليوم والشعر معناتها تعاود بناء روحها على خاطر البيبان الويل دو بيبان دو فيك دو باربري عنده دور في اعاده بناء الشعره وينحي التلف نتاع الشعر الكل دونك فريمون معنا من خير متكامل كامل متكامل نتاعنا بون احنا قلنا انه استعمال نتاعو سهل كيما استعمال الزيت للشعر وكيما البودر نتاعي هذاك علاش حضرنا لكم ديمونستراسيون مدام ليلى باش تعمل لكم ديمونستراسيون حلوه نخليكم معنا وانا راجعين. Gold Peeling Mask de la marque Agroline, masque يضمن لك ليفي انتي ريد ويعطي لوجهك نظارة وإشراقة من غير تجاعيد. فضل مكوناته الغنية بالألياف والبروتيين اللي تتمتع بها لا بودر دو فيك دو باربري.
خلط البودر بشوية ماء ورد والعسل باش تتحصل على خليط متماسك. حط الماسك على وجهك وعمل قماش افيك دي موفمون سيركولير. خليه ربع ساعة على وجهك ومن بعد اغسله بالماء ودهن بشوية ماء ورد باش تسكر لي بور. HQ تركيبة غنية من الزيوت بيان غوشيرشي دو لا مارك أغرولاين باش تصلح مشاكل الشعر وتعطيك التغذية والترتيب اللازم لشعرك. HQ تنجم تستعملو ان طونكو بان دويل من لي غاسين حتى للي بوانت، كيما تنجم تحطو على لي لونغور ولي بوانت متاع شعرك بعد البروشينغ. باك جول دو لا مارك أغرولاين أحسن حل لمشاكل الوجه والشعر. رجعنا معكم مشاهدينا، كنتوا تشوفوا في الديمونستراسيون اللي حضرت هنا مدام ليلى. احنا مازلنا مواصلين معكم في تيلي اشات ونسنا ليميسيون، تخليكم باغ انسامبل تليفون تعملوا شوبينغ نتاعكم وانتم قاعدين في دياركم. نحكيوا على جولد باك جولد، هكا اسمه سمو 49 دينار. اذا كنت تحبوا تتحصلوا عليه تكلمونا على 71 84 74 05 smartv-shopping.com ولا الباج نتاعكم باج فيسبوك على ذمتكم تيلي اشات تونسنا، تلقاو فيها لي برودوي نتاعنا باكثر تفاصيل. منى على خاطر حاب احنا ما نحرموهم من حتى شيء. اليوم تحضر معنا الممثله التجاريه نتاع المارك أغرولاين. المارك أغرولاين هذه اللي عملت معنا سوكسي كبير معناها في العالم وزاد في تونس، ذاك علاش نقول لك مرحبا بك مدام ليلى. مرحبا بك، مرحبا بأغرولاين الكل في تونس. يعطيكم الصحه على البرودوي هذوما، بالحق فخر لنا احنا خاطر عباد تخدم وحاجه معناها من بلادنا قاعدين نخرجوا فيها لبرا، دونك يعطيك الصحه. اما جوست باش تحكي لنا على هالجولد هذا الباك الكامل هذا اللي السو نتاعو 49 دينار، باش تتحصلوا عليه تكلمونا على 71 84 74 05 والاسيت نتاعنا smartv-shopping.com. دونك باش تبدا لنا مدام ليلى. والله نبدا بالويل كابيلير. داكوغ. الويل كابيلير هذا يزيد شعر، هذا معناتها فورمول ماجيك فيه معناتها اعز لي زويل بريسيوز اللي عندهم دي زيفي على الشعر. لي في الكل فيه انتي بيليكولير معناتها للقشرة، بريفوا اي تريت شوت معناتها لي انتي شوت، يقوي الشعرة، يقوي معناتها يغذي الشعرة، يلطفها، يقويها ويعطيها بريونس اي سوبليس. معناها المشاكل الكل نتاع الشعر نلقاو الحلول نتاعهم في الاش كيو. على في الاش كيو اكزاكتومون، اسمه اش كيو، حطيناه هاي كواليتي سما. هاي كواليتي معناتها لا تري تري بون كاليتي اللي تضمنها لكم لا مارك أغرولاين بزيت الشعر هذايا. فريمون تركيبه غنيه برشا من الزيوت، سبعه زيوت نباتيه، ثلاثه زيوت اساسيه اون سينرجي بالفيتامين او الكل مع بعضهم. فريمون معناتها ما عندهم ما يخيروا احسن علاج لمشاكل الشعر. باغمي لي زويل معناتها لي بلو معناتها اللي قعدوا في مخي، زيت البيبان دو فيك دو باربري اللي هو الماتير دو باز نتاعي. كان تحكي لنا شويه على لي زيفي نتاعو. انا حكيت قلت باهي برشا معناتها سيكاتريزون بالنسبه للبشره، قلت للشعر يغذيها ينعمها، للضوافر يقوي ضوافر برشا، اللي ساخن معناتها زيت ريجينير لي سيلول، يجدد لي سيلول، هذاك علاش يصلح الشعره، يلطفها، يلطفها ويغذيها ويعطيها بريونس الفيك دو باربري. باهي نلقاو زاد زيت قلوب المشماش، في بالي المشماش باهي برشا لفروه الراس، انتي شوت انتي شوت، ويقوي زاد ويغذي ويعطي بريونس للنويو دابريكو، معناتها يعطي سوبليس وبريونس اكستراوردينير. معناتها النساء والرجال زاده ينجموا يستعملوه بوركوا با، اللي يعانيوا من شعر باهت ما فيهوش كولور، ما فيهوش هكا لمعه، ما فيهوش نظاره، دونك زيت قلوب المشماش باهي برشا. الحاجه اللي فريمون نعرفها عندها افي كبير وباهي برشا للشعر اللي هي الحريقه. داكوغ، دونك نلقاو كونتيتي من زيت الحريقه لهنا اللي هو ينبت الشعره ويغذيها برشا برشا. لوغتي معناتها كومبا الشوت، توقف الشوت استيمول روبوس، وتخلي الشعره معناتها تعاود تطلع من جديد، معناتها تنبت، معناتها مش يوقف الشوت هكا هو انتي شوت اي ستيمول روبوس، يزرع معناها يزرع لوغتي معناتها دواء هي والجوجوبا. داكوغ، خاطر مشاهدينا فما نساء يقولوا ساعات قصينا شعرنا وما حبش يرجع يطويل، باغ اكزومبل يعملوا كوكاري ولا حاجه يقولوا شعرنا ما يحبش يطويل، علاش نساء ديما شعرهم يطويل؟ واحنا ساعات يبداوا يقصوا في لي بوانت، راهو قصنا البوانت ماهوش الحل انكم انه الشعر يطويل. فما الغصان اللي هو موجود. اي باش نحكي عليه، كما قلت تلقاو زيت قلوب الهندي، قلوب المشماش، وزيت الخروع الريسان اللي باهي برشا زاده في تطويل وتنبيت الشعر.
غسان معروف دانز ان موا يزيدك 2-3 سنتيمتر ومعروف معناتها اللي يعملوا لي كوب دو شوفو ويحبوا يطويل وساعات الكوب ما تعجبوش ولا حاجه يقعد يعمل في زيت الخروع اللي هو قوي كلكو غوت سوفيز معناتها باش ستيمول روبوس وتطول وتقوي الشعر. جوستومون هو اللي يميز ديما نقول اللي يميز الماركت اغرولاين انتم رجعتوا للي برودوي معناها للنباتات اللي استعملناهم قبل كيفاش تكون الفكره؟ خاطر توا هما لي برودوي سون ناتوريل بيو توا توندونس في العالم الكل قاعدين يبعدوا على لي برودوي شيميك قاعدين يبعدوا على تو سكي بريباراسيون والكل على خاطر فيهم ديزيفي تحب ولا تكره الون تيرم ولا اكور تيرم فما ديزيفي انديزيرابل دونك توا توندونس ناتوريل. هذاك علاش اغرولاين عامله سكسي كبير في العالم وزاد في تونس. دونك الباك نتاعنا سمو 49 دينار فما ماسك تحكي عليه منى احنا توا نحكيو على الهاش كيو زيت الشعر هذا حكينا على زيت قلوب الهندي زيت قلوب المشمش زيت الخروع زيت الحريقه نلقاو زاد زيت الجوجوبا والمكاداميا وزيت البراش. الجوجوبا والمكاداميا اللي يزيدوا على انهم انت الغيبار والكل يخدموا فيلتر سولير معناتها خاطر الزيت هذايا اون بو لابليكي كوم معناتها كبان دويل نحطو في لي غاسين اون ماس ومن بعد معناتها اون اور نعملو معناتها ناخذو شعرنا هذايا نجمو نعملو سور لي بوانت سي با غرا بعد البروشينغ بعد البروشينغ ونخرجو به ما يقلقش بالعكس الانفلوب غيبار ايدغاتي نوري لا جوجوبا الماكاداميا جو لو فيلتر سولير اللي بروتيج دي ريون سولير اي بروتيج دي اغريسيون اكستيريور دو تان. داكور مدام نعيمه معناتها كيما الوجه لازموا لي فيلتر يو في بي باش تحميو روحكم من الشمس الشعره كيما قلت زاده كائن حي لازمكم تغذيوها لازمكم تنعموها تعطيوها الترتيب اللازم ولازمكم زاده تحميوها من الشمس كيما قالت الماكاداميا والجوجوبا والبوغاج هذوما يعملوا يعملوا فيلتر باهي للشمس يخليو شعركم ما تترشقش خاطر نعرفوا الشمس ترشق برشا شعر الراس. به حاجه اخرى حكيت عليها مدام نعيمه هي الاستعمال مدام ليلى ديزولي باردون يا جماعه مدام ليلى منين جبت هذي دونك مدام ليلى تنجموا تستعملوا الزيت نتاعنا زوز استعمالات اذا كان شعركم باغ اكزومبل مترشق برشا ويتيح وفيه لي شوت وكل شيء تستعملوه اون طون كوم بان دويل دونك تغدروا شعركم بالكدا بالكدا في الكوير شوفولو من لي غاسين حتى فريكسيون حتى لي بوانت تخليها معناتها ساعه وتغسل باهي تحط مع معناتها سيرفيت هكا سخونه شويه باش يتفاعل الزيت مع شعرك بالكدا ونجموا نستعملوه زاد على لي لونغور وعلى في البوانت كيما باش نستعملوا انا تو خاطر ديجا مستعمله منه ريحته بنينه برشا اي جوجوبا وليونغي لونغ ريحتهم باش نحكي عليها دونك نستعملوا ديجا في ساعه ما تشربوا الشعر في صامي شيح والكومبوزيسيون بين لي زويل تخليه مش مزيت وتخليه في صالح عندك حاجه خاطر فما اللي ما يحبوش مش بورسونتاج سون كالكولي بيان سور وعنده اللمعه اي لمعه خاطر فما برشا زيوت كما قلنا الجوجوبا كي نحب سي بون عامل انا عملت على نحب جوست نقول اللي هو ما زايدش الشعر قد ما جا معناتها شعره ماهيش قال عبيد شعرهم مزيت ما تخافوش منه على خاطر ما زايدش الشعر حكينا على سيت ويل لي سيت ويل فيجيتال باش نحكيو على لي تخوا ويل اسونسييل باش العبيد ما تخلطش الزيوت النباتيه هي زيوت معناتها نستخرجوها من ديريكت من النبته والاخرين زيوت روحيه هكا داكور دونك زيوت روحيه عندنا زيت الخزانه عندنا زهره الايلانغ ايلانغ هذه الزهره اللي فلور شينواز فلور شينواز في المناطق الاستوائيه عندها افي معناتها يعملوها سورتو في لي بارفان نعرف برشا ماركات يستعملوا لي زيتين برشا في كل شيء اي وعنا كما قلت زيت الخزامه داكور علاش الريحه بنينه برشا مني وريحه طبيعيه نحس روحي يقول عليا فيها هكا بقعه كلها خزامه افون دو باسي بور لي زويل اسونسييل الماكاداميا فيها لاسيد بالميوت ليك هذايا الشعر اون فييسون تفقد لاسيد هذايا اللي هو معناتها تفقدو ناتوريلمون كيما اي حاجه تمشي في اون فييسون والكل الماكاداميا كومبل لو فيد هذاك وتعاود ترجع يعوض ويعاود يرجع معناتها القوه نتاع الشعر ويعطيها بوكو دو ريزيستونس الماكاداميا لي زويل ليسونسييل اللي نحكيو عليهم لاربر دو تي سوج واليونغي لونغ هما لي زويل ليسونسييل ساعه تو دابور عندهم افي انهم فافوريز لا سيركيلاسيون سانغين في الكوير شوفولو كل ما تتحرك معناتها كل ما تولي سيركيلاسيون تاع الدم في الراس خير كل ما الشوت يقف وكل ما الشعر يولي معناها الخلايا تخدم معناتها لي زويل ليسونسييل هذوما يسرحوا معناتها في الدم في العروق الجويده هذيك باش هو شنو الشعر كي ما عادش يوصلوا معناتها للنوغيتور وعاش يتسقى فوالا يولي يتيح هذيك فافوريز بيان معناتها فافوريز بيان معناتها نوتريسيون يوصل دونك تولي شعرك بلو سين
اون بلوس عندنا السوج فيها لاكسيون انتي بيليكولير معناتها ما نسيناش حتى شيء الريبار ايدغات يعطي البريونس الريزيستونس الفلتر سولير مي اوسي انتي بيليكولير اللي هي معناتها مشكله معناها سوج معناها باش ما يقولوا لها في بعض المناطق ولا المرمريه هكا معناها مشاهدينا باش تعالجوا مشاكل الشعر اللي عندكم الكل ما عليكم كان بالباك جولد نتاعنا البري نتاعها 49 دينار باش تحصلوا عليها تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا سمارت تي في تغشابليك بانكا دونك رحاب دونك لاكسيلو زيت فريمون هاش كيو لا تري تري بون كاليتي تضمنها لكم المارك اغرلاين مع الزيت هذايا فريمون تركيبه غنيه كوكتيل نتاع زيوت طب نباتيه واساسيه يعطيكم علاج فوري فعال لمشاكل الشعر كما كانت تحكي مدام ليلى اذا كانت تعانيو من لي شوت اذا كانت تعانيو من القشره اذا كانت تعانيو من برشا افراز نتاع سيبوم افرازات دهنيه في الفروه نتاع شعركم شعر باهت مي فوليوم ولا شعر افخو برشا في برشا تجاعيد هذايا فريمون يضمن لكم شعر معناتها ما غير حتى مشكله il traite les deux les cheveux secs et les cheveux معناتها gras d'accord معناتها اذا كان الشعر يزيت ما تخافوش نجمو معناتها on hydrate et nourrit les cheveux secs et répare و اون ريغول معناتها السيبوم نتاع لي شوفو فهمتك داكور معناتها اذا كان شعركم زايد هو باش يعدل الافرازات الدهنيه اللي تخرجها الفروه نتاع شعركم اذا كان شعركم شايح بالعكس باش يعطيه الترطيب والتغذيه معناتها يتماشى مع تو لي تيب دي شوفو هذه الحاجه اللي تميزه حاجه طبيعيه من غير حتى اديتيف شيميك فريمون بها باش تحاولوا تسترجعوا جمال شعركم خاطر كيما قلت شعرك حي لازمكم تعتنيوا بها علاش تقولوا شعرنا خايب وكل شيء خاطر برشا خاطر سبايخ خاطر ديفريزاج خاطر برشا عوامل خارجيه معناتها لي غيون ننصحكم بالهاش كيو تنصحهم بالهاش كيو انا زاد ننصحهم بالبودر نتاعي اللي باش تحكي لي عليها مدام ليلى حكيت برشا مع رحاب احكي لي شويه زاد انا على البودر البودر هذايا اللي معموله للوجه نتاعنا باش هذيا لي بيبان دو فيك دو بارباري قلوب الهندي اللي معناتها عصرناهم نحينا منهم الزيت اللي هو لونتيغي دو بلو بويسون او مونت القلوب هذيا بعد ما تنحى منهم الزيت تقعد غنيه برشا حاجات الزيت اللي يمشي يا للخل يا لا لا الزيت الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري اللي هو انتيغي سيكاتريزون اللي هو كومبوزيسيون برانسيبال في الهاش كيو اللي هو كومبوزيسيون برانسيبال في الهاش كيو هذيك معناتها لونتيغي دو انتي سيرن البودر هذيك ابخي اكستراكسيون دويل البودر هذيك كوميم فيها دي اسيد غرا اسونسييل فيها دي فيبر فيها دي بروتيين هذيا نعملوها بات في ميزون عادي في الدار معناتها عادي كيما شكون نشوفوا فيك معناها حاجه سهله ما فيها حاجه سهله ديجا هو غوماج معناها غوماج خاطر ماسك غوماج لي دو فوالا اون ماسك ليجيرمون كيما شفنا والكل هذيا الابسورب لي زامبورتي العرق الزيوت الماء اللي في المسام معناها تحل لي بور تدخل وتنظفها وتنظف اون بلوس الغوم لي سيلول مورت تنحي الخلايا الميتة تجهر الوجه دو فاسون يولي الوجه عنده اشراقة يولي افتح معناها دي لا بروميير ابليكاسيون من اول ماسك تعملوه تلقى ريزولتا معناتها ريماركابل معناتها تري ريوسي اي مدام ليلى منى شعرها وجهها ما يزيدش انا وجهي زايد احنا استعملناه الماسك لي دو الحاجه الباهيه في الثمره نتاع الفيك دو بارباري تتماشى مع تو تيب دو شوفو تو تيب دو بو معناتها ما نقولوش هذايا لا كان البشره الزيت ولا كان البشره شايحه خاطر هي عملت وجهها شايح فريمون ولا ايدغاتي بالكدا انا وجهي زايد كي عملت الماسك عملت اون غوماج وجهي معناتها ولا ما عند مش مزايد هيك علاش قلت لها خاطر مازال في لاسيد لينوليك اللي ايدغات واللي اونتي ريد هي زاده تمشي اونتياج خاطر حتى كي نحينا الزيت قعد لاسيد هذايا يحارب الشيء اللي فوالا هيك يشرب بالنسبه للوجه مزيت يشرب زيوت والكل و اون ميم طون بعد الكوماج هو باش يغذي انت باش تلقى بو سوبل اي دوس بعد لا بروميير ابليكاسيون مش باش تلقى كيما معناتها اكسفوليون عادي يجبد وساعات يشيح ساعات الاكسفوليون العادي يقشر لك صحيح ولكن تقعد شايحه فيها بزوان حاجه اخرى انا مدام ليلى هو يكبس ديجا يكبس اي يكبس كيما قلت لك مازال فيه الاسيد ويكبس فيه الفيتامين او سي ان انتي اوكسيدون شفتوا توا مشاهدينا سي ان انتي اوكسيدون اللي كي بروتيكت معناتها كي بروتيج باردون كي بروتيج معناتها لابو دي زوفي والكل
واكسفوليون يكبس انت تحس من اول ماسك تحس وجهك مشحوط. ايه احنا اللي حسيناه فوالا انه شفنا كانه فتح الوجه. فتح على خاطر نحى لي سيلول مور يعمل اكلا فتح يعمل اكلا في اكلا اكسترا اوردينير. ساعات اللي وجوههم مزيته كيقوموا صباح من النوم نحسوا المنطقه هذه تبدا مزيته. انا استعملته برشا مرات دونك نقوم صباح نحس وجهي شايح ايدغاتي وميم طون معناتها ماهوش مزيت فريمون حاجه مزينه برشا اللي في اكلا ولي في انتي ريت. وكما قلت مدام ليلى الثمره نتاع الهندي هي دو ناتور معناتها اللي ابسورب جامي لا بوليسيون معناتها ديجا تخلصنا من السموم من الشوائب لي زامبيغتي الكل ما عندكم تخيروا عليه الباك نتاعنا سمو 49 دينار متكون من الهاش كيو هذايا زيت الشعر الجولدن باودر سومهم زوز مع بعضهم 49 دينار اذا كان تحبوا تتحصلوا عليه تكلمونا على 71 84 75 05 سمارت تي في تيغي شوبينغ دوت كوم ولا الباج نتاعنا تيلي اشات ونسنا. دونك مدام ليلى الاستعمال نتاعو نعرف ساهل وكيفاش نستعملوه مره في الجمعه؟ اكزاكتومون مره في هو نورمالمون مره في الجمعه. سوف كو الناس اللي فريمون يحسوا عندهم برشا فما ناس وجههم يزيد برشا ويعمل ايه معناتها برشا سيبوم والكل ينجموا دو فوا مي سينو اون فوا باغ سومين سي لارجومون سيفيزون ينحي لك العرق نتاع الجمعه هذيك وينحي لك ويعمل لك اشراقه وينظف لك كيما نعملوا معناتها كيما تعمل بان تنظيف الوجه اكسترا اوردينير. معناها تنظيف الوجه تجميل الوجه تنظيف للشعر وتجميل للشعر ما عليكم كان بالباك نتاعنا 49 دينار كهو تحصلوا عليه 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا سمارت تي في تيغي شوبينغ دوت كوم. مدام ليلى يعطيك الصحه يعطيكم الصحه الكل اغرولاين ليكيب نتاعكم انتم زاد يعطيكم الصحه عايشك ربي يخليك. احنا نحاولوا ديما نجيبوا الحاجات اللي بالحق يستاهلوا باش ندوا بهم المشاهدين نتاعنا. دونك مشاهدينا مازال عندنا دي برودوي اخرين دونك خليكم معنا. ميرسي. رجعنا معكم مشاهدينا مازلتوا معنا في تلاشات ونسنا توا باش نحكيو على الريحه البنينه اللي انا قاعده نشم فيها توا في البلاتو باش نحكيو على التنظيف الخارق اللي عودتنا به البيير دارجون اللي شفتوها معنا قبل البرودوي اللي عمل سكسي كبير حقق مبيعات خارقه للعاده. عمري ما كنت تصور انا باش نوصلوا للحد هذايا من المبيعات. تحضر معنا مره اخرى دو بواط من البيير دارجون بخي نتاعهم 37 و900 باش تتحصلوا عليهم تكلمونا على 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا سمارت تي في تيغي شوبينغ دوت كوم. بتبيعها باش حضروا باش نقدموا انا ونوري على خاطر نوري ديما معناها نحس متحمس بالبيغ دارجون على خاطر بالحق شنو البرودوي باهي. البرودوي معناها اللي شفناه قبل معناها هو برودوي فاغ نتاعنا في تيلي اشا البرودوي نتاع في التنظيف بيان سور كاتيجوري تنظيف بالحق معناها جاونا برشا مكالمات كما قالت منى وحقق مبيعات كبيره ياسر 37 و900 دو بواط السوم باك نتاعنا باش نحكيو عليها مره اخرى برشا عباد اللي ما شافوش البيغ دارجون وحتى اللي شافوا ساش نعاودوا نذكروهم بالبيغ دارجون هذايا منيش متكونه كيفاش طريقه تعمل شنو هي تعمل شنو ما تعملش بالحق اكسترا اوردينير. ديجا باش يشوفوا ديمونستراسيون مزيانه نتاعنا الفيديو نتاعنا تحفونا وزاد باش يشوفوا ديمونستراسيون في لي بلاتو تاع تيلي اشا كالعاده باش يشوفوا حاجه ان شاء الله قلت ربي اكسترا اوردينير اللي هي بيير دارجون عودتنا وعامله ثوره في عالم التنظيف. ثوره في عالم التنظيف صحيحه. البيير دارجون علاش عامله ثوره في عالم التنظيف؟ هي ديجا عندها ثلاثه كلمات اعجوبه في البيير دارجون اللي هو ثلاثة كلمات سر نتاع البيغ دارجون هما باللغة الفرنسية نيتوا بولي بروتيج اللي هي بلغتنا العامية نتاعنا سهلة برشا نظف لما واحمي. نظف لما واحمي ب 37 دينار و900 باش تحصلوا عليه تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا سمارت تي في تيغي شوبينغ دوت كوم دو بواط من البيغ دارجون. دونك البيغ دارجون الريحه البنينه اللي قاعدين نشموا فيها هي ريحه بنينه بنينه ريحه السيترون البنين خاطر هي الباز نتاع البيغ دارجون راهي سي ناتوريل ما فيهاش فوسفات ما فيهاش شو اسمه معناتها لي برودوي معناها اللي مصنوع منهم الجافيل ما فيهاش معناها دي برودوي شيميك هذه الحاجه الباهيه صحيت لي برودوي ديتارجون ما فيهاش معناها الحاجات هذيا اللي يخليونا نتقلقوا معناها كي نجيو نظفوا ديما نعرفوا سيرتو معناها بيان سور معناها البنات انتم تتقلقوا هاو تقلقوا يديا وترشنوا لا وابار نوري معناها القلق فما معناها بشر معناها بشره ما تستحملش ما تستحملش لي برودوي شيميك دونك ماذا بينا ديما نحاولوا معناها نلجؤوا للناتشوغيل اللي عندنا احنا ب 37 و900 باش تتحصل عليه تكلمونا على 71 84 74 05 ولا سيت
تاعنا سمارت تي في تخشطين كان كان بيير دارجون نوري البيير دارجون تاع كيما قلت لك ما فيها ما فيهاش برودوي كيميك جمله دونك زيرو هي باز ناتوري ديجا نشموا في ريحه السيترون ديجا نوري ديجا كفما التصوير نتاع ديجا تصوير الليمون الليمونه صغيرونه الحاجه اللي باهيه في البيير دارجون اللي هي تنظف برشا برشا حاجات جاب تشوفوهم في الـ في الـ في البرودوي ديجا حاضرين معانا معناتها حاجات حلوه تشوفوهم زاد في الديمونستراسيون تاعنا دونك تنظف النحاس تنظف لينوكس تنظف الفضه فوالا ديجا هذيا معناها ديجا نظفناها قبل تلمع برشا فوالا هذيا نظفناها بالبيير دارجون قبل في قبل ما نبداو معناها الحصه نتاعنا وباش ننظفوا برشا حاجات اخرين حلوين ديجا راهي سيربريز لبيير دارجون ابار توسكي اينوكس فضه نحاس راهي تنظف زاده لسبادري ديجا يبدا حاجه بيضه سبادري ابيض دونك تنظف الكونتور نتاع لسبادري ولا لسبادري بلون سورتو ما يبداوش قماش اللي يبداو كوم لسبادري هكا يبدا اون سكاي كوير ينظفوا ديجا تنظف الكوير تنظف لي ستراتيفي توسكي بي في سي زاده تنظف بلاستيك تنظف معناها عندكم في الجاردان الموبل نتاع الجاردان يبدا اون بي في سي بلاستيك تو تنظفوا بيان دارجون زاده تنظف الصغار كي يبداو يشدوا ستيلو وبدا يلعبوا في الحيط وخربش منه وزين منه ويهلك لك الحيط هكا بالالوان تو ينظفهم ديجا باش تشوفوا حاجه تحفونا برشا باش نشوفوا شو خليت انت ما تنظفش كان القماش معناها البيير دارجون تنظف كل شيء بالحق معناها ما كذبش نوري كي قال ثوره في عالم التنظيف بالحق راهي ثوره في عالم التنظيف احنا شفتوها معنا قبل وباش تعاودوا شفتوها توا على خاطر بالحق فما كم هائل نتاع تليفونات بالحق اصلا من غير تليفونات من غير سيت من غير فيسبوك سي. في الشارع اللي يعرضني يقول لي بيير دارجون خاطر بالحق حاجه طياره برشا بالحق معناها البيير دارجون معناها خذات سيت كبير ياسر معناها في تيلي اشا وتوسع كل اللي يطلبوا فينا معناها سا سي فغي وديجا باش تشوفوا توا معناها ديمونستراسيون تحفونا معناها الفيديو نتاعنا باش نشوفوا كيفاش الحكايات اللي قلت عليهم ننظف معناها لي بي في سي وكل شيء كيف معناها العمليه سهله برشا باش نشوفوها من بعد معناها في الديمونستراسيون اللي باش نعملوها في البلاتو هي سامبل برشا معناها باش نحكيو عليها توا ونشوفوا الفيديو مع بعضنا دونك معناها تاخذ الشيفون معليك كان تاخذ الشيفون الشيفون هذيك صحيت منى تتبل بالماء تعصرها مليح مليح ومن بعد تاخذ شويه من البيير دارجون دوب ما تاخذ شويه من البيير دارجون كيما منى صحيت اللي تعلمت عاد بيان سيغ وبعد ما تاخذ شويه من البيير دارجون دونك فروتمون صغير على البلاصه اللي تحب تنظفها معناها القطعه اللي تحب تنظفها وتشوفوا بالحق النتيجه بالحق فوريه على الاخر تشوفوا ريزلتا تحفونا برشا وديجا تو بشوفوا ديمونستراسيون شوفوا فيديو مزيانه ونرجعوا باش في البلاتو نتاعنا نعملوا ديمونستراسيون زاد تحفونا برشا هكا ولا منى دونك النتائج الفوريه والنتائج الباهره هذيا تلقاهم كي تاخذوا دو بواط من البيير دارجون بريم تاعهم 37900 تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا سمارت تي في تيغا شوبينغ دوت كوم نخليكم مع الديمونستراسيون ونرجع انسى الطرق القديمة ونظف بطريقة سليمة وصحية افيكاس ويكولوجيك بالبيير دارجون تنظيف بلاش فوسفات بلاش برودوي شيميك وبلاش ديترجون خاطر البيير دارجون متكونة كان من المواد الطبيعية بلي الشيفونة بشوية ماء عدي الشيفونة على البيير دارجون بالباهي كيما هكا توا افركها مليح باش تنحي الاوساخ وليزوكسيداسيون ومن بعد تشلل وهكا البيير دارجون تنظف تحمي وتلمع وبالنسبه للشيفونه نتاعها باش تقعد تستعملها ديما على شرط انك تغسلها مليح بعد كل استعمال ليفيكاسيتي نتاع البيير دارجون تخليك تستعملها على برشا حاجات يصعب تنظيفها ببرودويات اخرين كيما الفضه النحاس الكروم وميم حتى لينوكس في ليفيكاسيتي نتاع البيير دارجون من غير ما تشعر باش تقولي يلزمني نستعملها في تنظيف برشا حكايات في الدار كما شفنا البيير دارجون تنظف تحمي وتلمع وزادة تنحي الدشي اللاصق والجريس كما على باب الفور هذايا بعد ما تقوم البيير دارجون بالمهام متاحة يتكون اوتوماتيكمون ان فيلم دو بروتيكسيون على البلايص اللي نظفناها شفتوا كيفاش تستينا البيير دارجون على بلايص يلمعوا ساتيني وميم حتى مات اللي كان عندنا مشاكل في تنظيفهم البيير دارجون تستعملوا على اي سيرفاس مودرن كما البلار الزليز بي في سي وميم حتى الاستراتيفي البرودوي نتاعنا ياسر افيكاس ينظف من القاع للبلافون من غير حتى تراس الاستعمال نتاع البيير دارجون ما عندوش ليميت بيير دارجون تنظف من غير ما تخبش وتزيد تخرجك من برشا مواقف صعيبه وديليكات
الصابون الشيح ولا تخاص متاع الكالكير حتى هما زيدا ما عادش باش تلقاوهم. رغي، نظف، شلل وشيح مليح وهكا امورك واضحه وكل شيء نظيف. مع البيغ دارجون الاستعمال ما يطلب حتى شيء، لا فيه ريسك لا فيه برودوي شيميك، خاطر البيغ دارجون استعمالها سامبل اي براتيك. البيغ دارجون باش تربحنا في برشا ايكونومي على خاطرها باش تعوض لنا توت لي زوتر برودوي كيما من الداخل كيما من البرا. البيغ دارجون ما تقفش على التنظيف وديما افيكاس، وديجا فما برشا ناس استعملوا البيغ دارجون استعمال يومي، هذاك علاش وقيد باش تستعمل البيغ دارجون وتتمتع بتنظيف افيكاس وناتوريل من غير ما تخسر بوكو دارجون. رجعنا معكم مشاهدينا، مازلتوا معنا في تلاشة تونسنا. كنتوا تشوفوا الديمونستراسيون الفورية، شفتوا النتيجة، حاجة سهلة برشا. بيغ دارجون دو بواط 37900 مش تحصلوا عليه، تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا smarttv.com. عندكم زيد على الباج فيسبوك نتاعنا تلاشة تونسنا. بون كالعادة كل شيء نجربوه كما تعرفوا تلاشة تونسنا، تعودنا احنا معناها حتى كان ما نجربوش برودوي نقعدوا دونك لي برودوي الكل نجربوهم. وكالعادة نوري زادة باش يعملوا لنا ديمونستراسيون حلوة برشا باش تشوفوا هكايا اون لايف معناها مع المباشر، باش نشوفوا حاجة نتيجة فورية بالبيغ دارجون لي بواط هذوما زوز اللي كما قلت لكم 37 و900. دونك نوري باش تبدا لنا بالضبط معناها قبل ما نبداو ديجا اللي قاعدين نشوفوا فيه ديجا قدامنا البريد هذايا، بريد بالفضة بريد فضة هذايا عملناه قبل ما نبداو الحصه نتاعنا، وقاعدين نشوفوا معناها في اللمعه نتاعو كيفاش رجعت. هذا كل راهو غراس البيغ دارجون، عملنا بالبيغ دارجون انا وياك منى، وديجا يشوفوا فيه الساده المشاهدين حاجه اكسترودينير. ديجا تو باش نشوفوا حاجات حلوه برشا عندنا، هو يلمع اكثر من انه جديد معناها اكثر من انه جديد. ديجا شوش باش نعمل؟ اينوكس ونحاس القاعه نتاعها ديجا باش نوريو الفرق معناها كيفاش كانت من الاول كيفاش كانت كيفاش ولات من بعد معناها. ديجا زاد عندنا اون بي في سي بلاستيك البوبي هذايا كيما الصغرونات الكل معناها مشيخه بالمكياج عامله جو زينوا فيها عاملين جو. ديجا نقولوا من بعد شبيه ما يتنحاش تو باش لقينا لكم الحل، اللي عنده صغار ما تخافوش خليهم معناها يبدعوا كيما يحبوا. واحنا علينا بالتنظيف بالبيغ دارجون لي بخي نتاعها 37 و900 باش تتحصلوا عليها، تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا smarttv.com. باش نبداو بالنحاس نوريا، باش نبداو بالنحاس خاطر اهم حاجه معناها لي زارتيكل اون بوا باش اللوح زاد باش نعملوا لهم معناها خذيت لنا من كل حاجه شويه شويه باش نبداو ننظفوا بالحاجه بالحاجه. نبداو بالنحاس، نبداو بالكسرونه هذيا اللي عندنا. دونك سهل برشا العمليه، سهله على الاخر، سهله برشا. ناخذوا الشيفون نتاعنا هذايا نتاع البيغ دارجون، معنينا كان نخليوها تتبل بالطبيعة. احنا باش نبلوها تحت السبالة بيان شور، اما احنا خاطر بلاتو ونعصروا مليح مليح خاطر اهم حاجة انك تعصر مليح. علاش تعصر مليح؟ باش البودر يشد نوري exactly. في البودر نتاعنا نتاع البيغ دارجون كيما قاعدين نشوفوا فيها سي اكزاكتومون كيما عبارة كي تباشير معناها تحسها معناتها بودر معناها بودر باهي يزم تتعصر من خاطر الماء مش باهي لها. دايوغ احنا ديجا رمارك احنا من بعد راهو يزم تخليها تشيح باش معناها نخليو الحكه محلوله باش تشيح وما يزمش تقعد مبلوله، تقعد مبلوله تفسد معناها شنو تتبل اكسيتيرا. اون بليس راهو اذا كان تحط الشيفون مبلوله برشا وتهز بالماء عباره معناها تهز في البرودوي العادي نتاعك في الدار راهو ماهوش برودوي عادي. يزم يكون شايحه خاطر كي تهز بالمبلول يولي لك بات وبات تولي ماش تنظف لك. ديجا احنا المستحسن ديما نحافظوا عليها باش تقعد لنا اكثر معناها. ديجا احنا باش ننزلوا شويه بركه كيما قاعدين نشوفوا لهنا هو كميه صغيره تكفينا. فورم سيركولير ناخذوا الكميه الصغيره وناخذوا توا الطنجره نتاعنا الطنجره نتاعنا نحاس صحيح باش نعملوا توا ديمونستراسيون باش نوريو الفرق بين معناها كيفاش هي كانت مسخه وكيفاش باش تولينا بعد البيغ دارجون اللي بخي نتاعها 37 و900 باش تحصلوا عليها، تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا smarttv.com. دونك سهله الحكايه نوري ما فيها حتى قلق. دي موفمون سيركولير ديجا العباد اللي عندهم اليرجي نولي ما يخافوش على خاطر لي برودوي نتاعنا 100% ناتوريل ما فيش برودوي شيميك. دونك ما تخافوش اغسلوا كيما تحبوا، نظفوا شموا الريحه البنينه اللي احنا قاعدين نشموا فيها توا.
دونك كيما قلت لك منى جربنا مع الكاسرول هذيا اون كويفر وتو باش نشوفوا مع لي كوب اللي قدامك ديجا اون ميلاميلي باش شفنا نحاس طاب نشوفوا مش شوفوا لي كوب هذوما ديجا عطيني الكوب تفضل قاعدين نشوفوا في الكوب نتاعنا في حتى شيء احنا جيت باش ناخذوا ماركور ماركور بيرمانون الماركور اللي ما يتنحاش صحيت الماركور اللي ديما عندنا مع مشكله انك نكتبوا به الكريدي لا انا جوست بهنا باش نكتبوا تيلي تيلي عشاء وبعد باش نفسخها باش نجربوا نكتبوا تيلي عشاء مشاهدينا باش نجربوا تيلي عشاء ما احنا مش باش تفسخ راهي ميسيون إذا كان تحبوا تتحصلوا على البيغ دارجون تكلمونا على 71 84 74 05 ولا السيت نتاعنا سماخ تي في تيغشوبينغ.com. دونك كيما قاعدين نشوفوا في الكوب هذايا ديجا الكوب يشبه لل معناها عنده شبيهه كبيره ياسر بالمبل نتاع الدار معناها ديجا نوعيه البوا اللي فيه اكسيتيرا نشوفوا تو الكتيبه اللي كتبناها ولا فوالا ما نعرفوه معناها الفتح هذايا ما يتنحاش وقد ما يقعد اكثر قد ما به توا علينا كان ناخذوا كالعاده الاسفنجة ناخذوا الاسفنجة الاسفنجة العجيبة نتاعنا ليبونج نتاعنا تحب نعطيك ماء اخر؟ اي تفضل فوالا هذايا الماء ديجا من النحاس معناها دونك سهلة العملية كيما رينا ما علينا كان فوالا نفخوا الاسبونج ليبونج نتاعنا وتوا ناخذوا معناها اون فورم سيركولير بطريقه دورانيه صحيت البرودوي نتاعنا ونقوموا بالتنظيف بالعمليه السهله فلا قوموا بالتنظيف نتاعنا نتاع الفتخ بيرمانون الفتخ اللي ما يتنحاش اللي ما يتنحاش صحيت اللي عندنا معاه ديما مشكل دونك مشاهدينا عم نذكركم بالرقم تاعنا 71 84 74 05 ولا السيت تاعنا سماخ تي في تيغشوبينغ.com تنجموا زادة تعديوا الكوموند تاعكم سوغ فيسبوك باللي ميساج تاع معناها تبعثوا لنا لي كوردوني تاعكم الكل على تيلي عشاء تونسنا دونك موني من بعد جوست نمسحوا ونشفوا وكأن ما كتبناش تيلي عشاء فوالا رجعت معناها رجعت تلمع اكثر من ديجا نوري كانت توريهم من هنا معناها هي تلمع اكثر من اللي ما كتبناش فيه معناها بالضبط بالضبط ديجا نتيجه فوريه فوريه نتيجه فوريه كالعاده بيغ دارجون ما تحبش تبطى معناها باهي دونك هذايا لي كيوب اللي جربناهم زاد مش نشوفوا مش نشوفوا البي في سي ونرجعوا للنحاس زاد من بعد باش نشوفوا العروسه هذايا مزيانه هذه العروسه هذه اللي بالحق معناها وجهها بزين بالمكياج كيما الزهر الكل نعرفوهم يهزوا المكياج ويقوموا يزينوا هكا العرايس ويلعبوا مكياج وفاتر ديجا مكياج ديجا باش نجربوا نحيوا معناها بعادي بجوست كلينكس باش نشوفوا اللي بالحق توجور اون بروبليم باش تنظف معناها المكياج ما يتنحاش صحيت منى دونك الحل معناها سورتو البلاستيك هذا نوري سورتو البلاستيك هذا وسورتو معناها ميم حتى طول لي بلاستيك راهو منى معنينا كان كالعاده كيما رينا في الديمونستراسيون ناخذوا بيير دارجون كميه صغيره ديجا من بيير دارجون كما قلت لكم قد ما تستحضوا على البيغ دارجون قد ما باش تقعد معاكم على طول اون بليس احنا ما عطيناكمش بوات واحد عطيناكم زوز البري نتاعهم 37 و 900 باش تحصلوا عليهم تكلمونا على 71 84 74 05 كالعاده بيبي بيبي صغيرونه رجعت رجع بها الروح معناها
تحسها باش تقول لك ميرسي نوريا. عندك بها قيم وقت انا. فوالا مشاهدينا كما قاعدين نشوفوا النتيجه سهله فوريه حاجه مزيانه برشا بيغ دارجون دو بواط منها ب 37.900 باش تتحصلوا عليهم تكلمونا على 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا smartv.com باش تتحصلوا على دو بواط هذوما المزيانين من تلاشه تونسنا. اللي هي نيتوا بولي بروتيج معناها نظف لمع واحمي اي حاجه تحب عليها كيلك سوا اون بي في سي تحبها بالنحاس اون ارجون فضه كان عندكم زاد دي تروك معناها اون بوا كيما اللي شفناهم معناها لي كوب نتاعنا تقام موجودين عندكم تقام في الكوجينه في الموبل نتاعكم اي تو زيد ما ننساوش زيد لي بيير دارجون تنظف الحيود زيد من الستيلوات وزيد حتى معناها قلنا ليسبادري كيما شفنا في الفيديو طريقه الاستعمال سهله مهله ما فيها حتى شيء شيفونا نعصروها مليح بالماء ناخذوا كونتيتي باهيه من البيير دارجون وننظفوا بالفروتمون العادي نتاعنا وهكايا تكونوا بالرسمي استعملتوا ثلاثه كلمات عجيبه نتاع البيير دارجون والثوره في عالم التنظيف نيتوا بولي اي بروتيج اذا لي تو نوري العمليه سهله وحتى العمليه اللي باش تتحصلوا عليها على دو بواط سهله برشا تهزوا تليفون 71 84 74 05 ولا سيت نتاعنا smartv.com عندكم زاده سيت نتاعنا smartv.com وعندكم زاده تيلي اشات تونسنا راهو تنجموا تعديو دي كوموند منه تبعثوا لنا ميساج فيه لي كوردوني نتاعكم الكل دونك تو ما بقى لنا كان باش نقول لكم خليكم برونشي انا راجعي استنى نوري كيفاش باش لحظه فما حاجه مهمه جدا اللي عندهم لي غران سورفاس لي ريستورون شو يعملوا اللي عندهم المعامل كافيهم دو بواد زعما عندك حق في هذايا بالرسمي اللي قاعدين نشوفوا فيه فوق البراد الفضي هذايا هو خلينا نشوفوه يا نوري خلينا نشوفوه اللي هو بيير دارجون او هذا كله بيير دارجون هذاك الكل هذيك 4 كيلو 4 كيلو راهي قبل ما نعطيكم السوم وقبل ما نحكيو على كل شيء راهي 4 كيلو هي ما يعادل 14 بواط بيغ دارجون معناها 6 باك اي 6 فوا 2 معناها اللي يجيونا تعرف قد ايه معناها نورمالمون 14 بواط معناها 6 باك يجيونا 37.900 دونك باش نضربوهم في ال 14 يجيونا 265 دينار و300 اما تيلي اشا اما تيلي اشا بيان سور ديما عندها لي بري سبيسيال سوم تاع البيير دارجون هذايا في الحجم الكبير ال 4 كيلو اللي قاعدين مشاهدينا اللي قاعدين نشوف فيهم بور لي يوزين تو 219 ان دينار هكا هاو معاها هذي نوري هذي خفيفه مش معاها هذيك معاها كات ايبونج مش وحده برك كات ايبونج اي كات ايبونج دونك ال 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 تهز فيها هذايا خاطر بالحق معناها ال 4 كيلو هذوما بيير دارجون معاهم كات ايبونج كيما قاعدين نشوفوا فيهم مجعولين للجماعه اللي عندهم معامل يوزين اي تو اللي عندهم لي غون سيرفاس كيما قلت دونك يستعملوا ال 4 كيلو هذوما معناها 219 دينار قديش من عام 219 دينار حتى شي بارابور معناها 265 دينار و300 معناها ما يقارب راهو 4 كيلو 14 بواط بيير دارجون 14 بواط فوالا دونك البري نتاعها نوري قداش؟ 219 دينار دونك مشاهدينا 219 كات ايبونج و 37 900 لي دو بواط نتاعنا دونك تكلمونا على 71 84 74 05 ولا على السيت ويب نتاعنا سمارتي في تيغي شوبينغ.com ذولي منى وقايد توا معناتها وقايد مشاهدينا ما تنساوش 4 كيلو من بيير دارجون حاجه ما فماش كيفها بالحق 4 كيلو مشاهدينا في شدوكم باشا 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 ننصحكم بهم البري نتاعهم 219 دينار 219 وعندنا هذوما زوز 37 900 219 37 900 دونك خليكم معنا انا راجعين وصلنا مشاهدينا لختام مع حلقتنا اليوم من تيلي عشاء تونسنا حلقة متنوعة فيها برشا برودويات حلوين كان تحاول نوري ذكرنا بيهم. اي بان وي عندنا برودويات بالرسمي اليوم افيكاس في تيلي عشاء تونسنا عندنا البرودوي الاول نمبر 1 ليفت اي كريم دو مارك دي انجيلو الايطاليان وعندنا زاده شفنا الباك جولد من لا مارك اغرولاين صحيح وعندنا زاده لو برودوي بالحق اللي عمل الثوره في عالم التنظيف هو البيير دارجون اللي شفتوها قبل معنا وعاودتوا شفتوها اليوم بالحق لي تغوا برودوي هذوما اللي حاجه اكسبسيونيل في بلاتويت تيلي اشا تونسنا.
دونك نوري الحاجات الحلوه هذيا الكل، الحاجات المزيانه، الحاجات الاكسترا اوردينير تنجموا تحصلوا عليهم كان كي تكلمونا على 71 84 74 05. السيت نتاعنا سمارت تي في تيغي شوبينغ بوان كوم، كيما قلت لكم تنجموا تعديوا لي كوموند نتاعكم على فيسبوك نتاعنا تيلي اشا تونسنا. دونك توا معنينا كيفاش نقول لكم باي باي، وقتنا وفيه معاكم، دونك الى فخوشين، باي باي.